كبيرة، مسابقة العمر 150,000 معلم على مدار 5 سنوات، أنا بعتبرها واحدة من المسابقات القومية المهمة جدا جدا. إزاي أولا أنتوا هتدبروا لهم كام؟ دول هيكلفونا كام؟ بص يعني ولا هو أنت عملت التقدير لا، المالي؟ احنا عملنا التقدير المالي، ولما عرضنا على سيادة الرئيس عارضين بالتقدير المالي. فأنا البرنامج ان كل سنة نعمل 30,000، فيبدأ ب 1.8 من 10 مليار، السنة الجاية يبقى 3.8 من 10 مليار. ليه؟ لان هيبقى عندي او تقريبا 4، لانه هيبقى في زيادات في الاجور، فتقريبا التكلفة خلينا نقول بالمتوسط 2 مليار. فاول سنة 2 مليار، تاني سنة 4 مليار، تالت سنة يبقى 6 مليار، لان كل سنة 30 دخل 30,000. لكن دي دراسة علمية اتعملت بها الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة مع وزارة التربية والتعليم. قالت كم بقى الإجمالي بتاع المسابقة دي؟ كنت تكلفة هذا الرقم 30,000؟ ما أنا بقول لحضرتك التكلفة. أنا لما بقول لحضرتك حط لها 2 مليار في المتوسط. فأنت هتعمل 5 مرات، فأنت بتقول 10 مليار، بس عبال أنت ما توصل للخمسة لا هيكونوا أكتر، لأن كل سنة بتدي زيادات وبترفع الحد الأدنى للأجور وبتدفع الدرجة الثالثة خصية والناس اللي موجودة بتزيد. فيعني حط لها مثلا 10-12 مليار جنيه عشان تقول إيه أنا هجيب 150,000. دول يكلفوني 10-12 مليار مينيمم في المتوسط. مينيمم عظيم جدا جدا. وبنعمل زيهم للأطباء. ايه بقى الاطباء؟ قول لي بقى. عاملين حسابنا ان في ما يقترب من 30,000 طبيب بشري واسنان وصيدله برضو سنويا. يعني انت هتتكلم في 150,000 طبيب؟ مظبوط. بنفس الطريقه؟ ما هو كل سنه في تكليف. فانا باخد التكليف. يبقى مثلا 26,000، 28,000، 30,000 في لكن انت طاقتك في ال 30. مش حكايه طاقه، اصل ده الاطباء تكليف. الاطباء تكليف، فاحنا بحسب العدد اللي جاي. بس انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا طبعا بالنسبه للتكليف الاطباء ده احنا محتاجين اطباء، محتاجين بشده بالزبط. في ظل هجره، يعني هجره بالزبط. فادحه يعني، فاحنا محتاجين معلمين واحنا محتاجين اطباء. ولذلك احنا عاملين 30,000 هنا و 30,000 هنا و 30,000 هنا سنويا. كويس قوي. بس ال 30,000 هنا وال 30,000 هنا محتاجين اجور مختلفه. يعني لو انت بتتكلمني ان انا مثلا على مدار 5 سنين، فانا بتكلم مثلا حط لي 25 مليار للعدد ده على مدار 5 سنين. في الاطباء والمعلمين. وهل هناك برضو او قدامكم برضو بعض الاوجه النقص في بعض القطاعات؟ طبعا. وبيتعرض يعني وزارة الأوقاف بتقدم، وزارة النقل بتقدم، وبيتم الموافقة وبيعمل الإعلان وبياخد. زي ما أنا عملت في الضرائب والجمارك. وأنا عملت إيه؟ قلت يا جماعة أنا محتاج أجيب 2000. يعني أقصد إن الباب مش مصمت. لا خالص، مش مقفول. لا خالص. احتياجات الأجهزة والمحافظة. أي وزير أي محافظ محتاج بيبعت لمجلس الوزراء، ولأنه النهاردة الآلية مكتوبة في قرار ومعروفة للكل. محتاج تفضل ابعت لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء بيقول يا وزارة المالية ادرسي، يا جهاز مركزي التنظيم ادرس وارجعوا لي، ندرس ونرجع لمجلس الوزراء يأشر يقوم اتفضل اشتغل اعمل الاعلان بتاعك او شوف. دي كلها اخبار مبهجة يعني، وتبعث على الغبطة والسرور، خاصة ان المعلمين والاطباء احنا عايزين نظبط الاشياء دي.